والله إضافة كبيرة للسياحة المصرية، ونتمنى إن هي تجذب ناس سياح أجانب أكتر من كده، يعني نفسهم إن هم يروجوا لها بره بشكل أحسن من كده، لأنها تستحق أكتر من كده بكتير يعني. وبالنسبة طبعا أنا شفت المهرجان اللي كانوا عاملينه، يعني عملوا شوية مهرجانات كده يعني لفتت الانتباه للمكان هنا أكتر. كان مهرجان قوي جدا طبعا، وعمل ضجة جامدة وسمع مش في مصر بس، سمع في العالم كله. ومدينة العالمين من أجمل المدن كده يعتبر اللي اتعملت، واتعملت في وقت قياسي ومجهود جامد جدا من السيد الرئيس ومن الحكومة المصرية والعاملين في قطاع الإنشاءات عموما، وحاجة ممتازة فعلا، وده حاجة تشرف مصر فعلا بجد يعني. هو المهرجان عموما بيدعو للسياحة في مصر وجذب السياح، ودي أول يعني إيه على مختلف الجمهورية، ف يعني الفنانين وكده دي من أهم المظاهر اللي جات هنا. بصراحة حاجة حلوة جدا، حاجة جميلة يعني، ومستوى يخلي البلد في مستوى سياحة جميل. كل حاجة بصراحة معمولة بمستوى كويس جدا. العالمين اتطورت الحمد لله يعني، ومصر ما كانش فيها التطور ده في أي مكان ساحلي الحمد لله يعني. احنا عندنا خير، واحنا نتمنى المزيد برضو. الشوارع جميلة، المبنى حلو، كمنطقة سياحية، الشاطئ بسم الله ما شاء الله. بصراحة أنا معجبة قوي بالبلد، جميلة قوي، ودي أول مرة أجي فيها هنا البلد، حاجة يعني تشرف وحاجة ترفع رأس مصر قدام العالم كله، وحاجة جميلة بصراحة. أنا يعني رحت كذا مصيف، بس ده أحلى مكان رحته بصراحة. مدينة العالمين اولا تحفة جدا، والسنة دي كمان زودوا فيها حاجات وبتاع، وبقى الفستيفال بتاع العالمين كل شوية بيعملوا حفلات بتاعه، وكانت حفلة كايروكي برضو كانت تحفة، وتامر حسني لما كان بيطير كانت كله يعني كان حلوين قوي. وبس يعني لا في بروجرس، ومدينة العالمين تحفة. لا هو it's very unreal، وحتى الorganization حلو جدا، مهتمين بالdecoration وكل حاجة الصراحة، يعني حاسة ان دي هتكون tourist attraction وهتبقى صراحة حلوة جدا لمصر يعني. طبعا لا بجد تحفة، والمكان هنا حلو قوي وعجبني، بالذات المول جميل جدا وكل حاجة فيه حلوة، بجد اتبسطت جدا. أنا أول مرة أجي العالمين السنة دي، وصراحة شكل المكان والتنظيم هنا مميز جدا، يعني حتى المباني نفسها ايكونيك زي ما بيقولوا لاند مارك، يعني أي حد هيصور مبنى من دول هيعرف إن هو في العالمين، فدي حاجة مميزة وبقت نقطة إضافية ومميزة جدا لمصر والتشجيع على السياحة. هي الفعاليات هنا المتنوعة جميلة، يعني بتناسب أعمار مختلفة، وبتناسب برضو اللي هو دماغ الناس، كل واحد على حسب ميوله، اللي حابب يقعد على البحر، اللي حابب يروح مثلا حفلات، فالتنوع ده بيكون جميل وبيكون سبب لجذب الناس أكتر إنها تيجي وتحضر وتستمتع كمان بالأجازة والصيف. لا الأجواء جميلة والله، أول مرة أجي هنا بس الأجواء تحفة وكل حاجة، والأجواء ومدينة العالمين أجواء كلها تحفة. في حفلات وفي ناس مشهورين ياما، والمكان حلو قوي يعني، مفيش حد يقول عليه وحش. المكان جميل، والناس هنا محترمة، مكان جميل، حفلات الأكوا كده.